حبت هذه العلبة. والله كانت الليلة صعبة جدا. جوستينا لم تنم جيدا، باكت كثيرا، كذلك أنفها لا يتنفس جيدا، ربما بسبب الطقس البارد والعاصف الذي قضينا فيه بعض الوقت. والآن سنشرب القهوة إن شاء الله. أنا وأمي نشعر بالصداع، وكذلك في الليل كانت انفجارات كثيرة، من بينها كان انفجار قويا للغاية، حتى أصبحت أذناي يعني مسدودة كأنها لا تسمعني شيئا. أنا خفت جدا. الآن سنقطع صفحة تقويم السنة. سأحضر عصيدة لجوستينا. وضعت 5 ملاعق وحضرت قهوة لأمي. عصيدة لجوستينا، أضفت بعض الزبدة وبعض الفراولة وتوت العليق المجمد. ناتشيس يا تو. لدينا توجد علبة أخرى أحسن وأقوى، هي في المرأب. أمي ستنقل إلى هنا، ستحضرها إلى هنا. أوبا. يوستينا، جوستيجكا، جوستا، давай, выдрывай листочек, выдрывай. Не хочешь? Не хочешь? О, аль-яум усани, мінті шрін асані. Невеличка порада, якщо вам прийшла класна ідея чи думка, краще запишіть її відразу. Так, навіть якщо вам здається, що ви ніколи її не забудете. Наслиха сагира, іза ататком альфікраль джаміля, ав, яні, араіа, фа міналь авдаль антактубуга, мубашаратан, аляльварак, ва бігазігі таріка, лян тансуга. السماء جميلة، لكن الرياح شديدة وباردة. هنا نجفف بعض الكستنة لكي تلعب بها يوستينا. وبعد القهوة سنشرب الشاي. Магічний світ гуна, шай ахдар біль біннага нага, ва агаша біль лаймун, валь бабунач, ва меліса. Ліаннаху індама нашуру біль марад, біль барад, індама якуну зукам, фаяджі пан нашраба кесіран, міна сава ілі дафіа. Лікай нусаїда джігазан альманаї, في طرد كل الجراثيم من جسمنا. ونحتاسي ببوط ببوط. نسمع أصوات البندقية.
ماذا؟ لا عارف. نهدي أعصابنا. أنت ديبريسانت بو. أنت ستريس وديتاي. في الماضي كذلك استخدموا هذا. شهية طيبة عزيزتي. مجدينك. مساء أمس زارنا صديق أخي المتوسط ماكسيم، وكالعادة يأتي ببعض الهدايا بعض الحلويات لكي يرفع معنوياتنا في الخريف والشتاء، وسأريكم بعض الحلويات التي أهدرها أخي المتوسط ماكسيم أمس. اليوم عندنا يوم السوق لكننا لا نذهب إليه. انظروا هذه الحلويات الجميلة، هنا لوز بالشوكولاتة، ما شاء الله كأنها جبال أو صخور. جهة أخرى كذلك هذا البسكويت بشكل الكعك، وهنا كراميلا وشوكولاتة، كذلك قطعة الكعكة هذه تسمى كعكة وافر بالحليب المكثف المسلوق ومكسرات. أعتقد هنا فول سوداني. وهنا حلويات مختلفة، تيراميسو، برالينا تيراميسو. هذه الحلويات بلجيكية، ما شاء الله. هنا شوكولاتة مختلفة، شوكولاتة الحليب، شوكولاتة بيضاء، وداكنة مرة. الآن سأقطع واحدة من الداخل هي نفسها. وأمي تحضر بعض الخبز الرقيق. واو جميل. مدلاك كما أتذكر. كتبتم لي أسماء كثيرة في كل دولة اسم لهذه الأداة، لكنني تذكرت مدلاك. لهذا المدلاك أصدقائي 40 سنة، إنه أكبر مني. старше за мене. Да. Сколько? Ну, таке. Можна й нову купити, але вона. جاهز. واو جميل. جميل.
على الخبز الساخن سأضع بعض الجبن وسأكل. قطعت هذه الحلوى وانظروا كم هي جميلة من الداخل. الرياح شديدة لدرجة أن الحمام لا يستطيع أن يقاومها ولا تستطيع أن تطير إلى اتجاهات معينة. مرحبا بك أبي. مرحبا. شكرا جزيلا. Абі дайма я руд, що кранджазіля. Я кажу, що б я не сказала, ти відповідаєш дуже дякую. Таля. Таля, таля, таля. Марі Гвафарі. Гуна. Умі тухадеру фатира бітуфа. Так, а хто тобі сказав? Машалла, гуна аджін, ва туфах мін бустаніна. З нашого саду. Так, уціліли на городі. Джаміль. Вагуна Синіят Альфорн. Семеренка називається сорт. Ага, навгу туфах Семеренка, а в син. Можу показати. Ось такі Семеренка. О, Джаміль, Джаміль. Ага. وهكذا نقلب نقلب. نسمي هذه الفطيرة باسم شارلوتكا. الآن ستوزع أمي هذا العجين على صينية الفرن. هكذا نوزع ننشر العجين. Юстина, таркусу. Машалла. Юсточка, можна ж було ялиночку. Ага. Машалла. Я ж уж машалла. خرجنا لنتنفس الهواء النقي. هنا كوزة داخل سيارتنا. كوزة بريفيت. كوزة. نجلس قليلا في السيارة. استنى فارحة. خرجنا متأخرا. لا يوجد سوق. قد انتهى. هنا بدأوا يدفئون هذا المحل. الدخان أسود. يلبسون البيئة. من
انظروا الأوراق متساقطة. أبي يشرب القهوة. ألو. دادا سلوى تاش هايستاي. بومهايت. Дядя Гриша, а я вас пізнала. أن أدخل محلا. الآن دخلنا محلا. Yeah.
Дивись, ось які гарні віночки. Юстинка, ти куди? 69 Ой.
كتلات من الورق. أصدقائنا الأعزاء، هناك خبر جميل من الرابعة من شهر تشرين الثاني نوفمبر. السلطة المحلية في القرية قررت أن تضيء شوارع وتفتح النور في هذه المصابيح من الساعة 5 مساء حتى الساعة 10 مساء، بناء على طلبات سكان قريتنا الذين كانوا يستاءون من أن ظلام يبدأ مبكرا في النهار والشوارع مظلمة، وطلبوا أن يشعلوا المصابيح. الآن سنتجول قليلا هنا وسنرجع إلى البيت. أنا هكذا فعلت لكي أحمي يوستينا قليلا. رغم
رغم الرياح والبرودة يجب أن نتجول ونتنفس الهواء العليل. قد تواصلت أمي معي وقالت أن نرجع إلى البيت. أنا مضطرة إلى أن أذهب هكذا ظهرا إلى الأمام لأن الرياح شديدة تهب إلى الوادي. فقط أردت أن أستمتع بجمال هذه الشجرة. حسناً سنرجع بسرعة إلى البيت. لا يعجبني هذا الطقس، الناس يمرضون كثيرا. الفيروسات تتفشى بسرعة، الجهاز المناعي يصبح ضعيفا بسبب تجمد جسم الإنسان خارج البيت. انظروا هذه شجرة البتول الجميلة التي قد صورت المقاطع بالقرب منها، تقريبا لم يبقى الورق عليها. منها أغصان هذه الشجرة كانت مثل شعري، تتذكرون ذلك الفيديو؟ والآن لم يبقى أي شيء. حسناً نستعجل. نقول عن هذا الطقس إنه متقلب وكذلك مخادعة، لأنك تنظر من النافذة وترى الطقس المشمس وجميل، لكن عندما تخرج تشعر بالبرودة والرياح الباردة الشديدة. أتينا الحمد لله. الآن سندخل. قررنا أن نجلس قليلا في السيارة مع كوزا لأن جوستينا تحبه جدا. رجعنا إلى البيت. أبي ما شاء الله، أبي صاقر جميل. يستينكا شو تكرر ماما؟ يستينكا كاجي ماما. كاجي ماما. ماما ماما ماما. والفطيرة جاهزة ما شاء الله، جميلة ولذيذة رائعة. أيتها أسرتنا الغالية، شكرا جزيلا على مشاهدة هذا الفيديو،
وعلى مشاهدة قناتنا. هذا دعم كبير بالنسبة لنا. نرجو منكم أن تنشروا قناتي بين أصدقائكم وأقاربكم، اشتركوا في قناتنا، اكتبوا التعليقات، دعوا اضغطوا على زر الإعجاب أو عدم الإعجاب. نحن نشكركم جزيل الشكر. ابقوا معنا ليأتيكم كل مزيد.